السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده متميز ان انت تقدر تديله اي تكست انت عايزه وبأي لغة، وحتى ممكن تتكلم انت في المايك وهو يحول الصوت بتاعك لتكست من هنا اهوت، وتقدر ان انت ترفع ملف صوت من عندك وهو يحوله لكتابة، وبعد كده تقول له انا عايز اغير الكتابة دي لحاجة اخرى، فيبدأ يعمل لك اعادة صياغة ليها. دي هتفيدك مثلا لو انت مقتبس من مكان بشكل كتير، فيبدأ ان هو ما حدش يقدر يشيلك، يقدر يغير لك الكلمات، يجيب لك المرادفات بتاعتها والكلمات اللي هي الغير منتشره، بحيث يبان ان انت راجل تقيل في الانجليزي. عندك هنا ان انت كتابه حره، عندك هنا بيحسن لك التكست، وعندك في حاجه خلاك كان بشري اللي كاتبها، يعني لو انت جايبها من شات جي بي تي او من اي حاجه هو بيديها لك بطريقه ما حدش يقدر يمسكها، ويحس ان انسان هو اللي كاتبها. تمام، مجرد بس تختار وتقول له انا عايز ان انا تعيد صياغة الجمل بشكل افضل، تمام، بحيث البلاجريزم ميقدرش ان هو يقفشها. تمام، ممكن تقول له انا عايزك تلخص لي الكلام دوت، او افتحه لي في AI editor اخلي الذكاء الاصطناعي بيعيد الصياغة بتاعتها بشكل افضل. فكل الامكانيات دي امكانيات قوية جدا، في ببلاش وفي بفلوس. يعني هتلاقي هنا التون العادية ببلاش، انما لو انت عايز حاجة كاجوال او عايز حاجة فورمال او بروفيشنال او كده لازم ايه تشترك ويبقى نسخة ليه بفلوس.